السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موجز للأخبار. أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موقف حكومته تجاه الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية بأن إيقاف إطلاق النار مرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت. السراج خلال افتتاحية جلسة مجلس الوزراء صباح الخميس أوضح بأن الوضع قبل الرابع من أبريل يختلف عن الوضع بعد هذا التاريخ، مؤكدا أن العودة للعملية السياسية يختلف عما كان عليه من قبل. عقد أعضاء مجلس النواب الرافضين للعدوان على العاصمة طرابلس الجلسة الرسمية في طرابلس برئاسة الصادق الكحيلي وحضور أعيان المنطقة الغربية والوسطى وعمداء عدد من البلديات. وأكد النواب في جلستهم الأولى الخميس رفض عسكرة الدولة والحرب التي أعلنها مجرم الحرب حفتر على طرابلس، داعين المجلس الرئاسي إلى حشد الدعم الدولي للحفاظ على مدنية الدولة ووقف الحرب على العاصمة. التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الخميس وفدا من شيوخ وأعيان مناطق الساحل والجبل الغربي وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى بمقره بالعاصمة طرابلس. ووضع السراج الوفد في صورة مستجدات الوضع وتداعيات ما تتعرض له العاصمة طرابلس ومدن أخرى من عدوان، إضافة إلى الإجراءات لضمان تغطية احتياجات البلديات في هذا الظرف والمتطلبات العاجلة للبلديات الواقعة في مناطق المعارك والاشتباكات. أطلق عدد من الناشطين من دول المغرب العربي حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم حملة المغرب العربي الكبير لدعم ليبيا، دعوا فيها لمقاطعة جميع حلفاء مجرم الحرب حفتر. كما دعا الناشطون للخروج في مظاهرات مليونية في مدن دول المغرب العربي الجمعة القادمة، وقال المنظمون إن هذه المظاهرات هي للتضامن مع الشعب الليبي ضد التدخل الفرنسي لدعمه هجوم ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس، مؤكدين بأن الخطوة المقبلة هي التوجه نحو المؤسسات والأسواق في بلدان المغرب العربي لإزالة جميع منتجات الدول الداعمة للهجوم على العاصمة طرابلس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.